السلطات. بالنسبه انا كنطلب السلطات، كنعتصم هنا وكنطلب السلطات. المكان ديالي اللي كنت ساكن فيه كان ما كانش مرشح لجوج فرشادات، وملي ولا جوج فرشادات حيدوه لي وعطوني في مكان اخر اللي هو جا في الدرب ديال 6 ديال المترو. هذا هو هذاك المكان ديالك؟ هو المكان ديالي اللي هو جا على جوج الفرشادات. باش يعطيوني المكان ديالي انا، حيت هذا الشيء اللي كيوقع في هذا حي الناظور يقال بانه كاينه البيع والشراء في الاراضي والناس كتعطي الفلوس، الناس اللي كيوزعوا الارض. يعني مثلا كاين اللي كيبغي يكون في الفرشاده وهذا كيدفع الفلوس باش يعطيوها. يقال انا ما عنديش شي اثبات اللي سميتو كنسدي بانه كيقال. كيروج هذا الشيء عندنا، كيروج عندنا في الحي كامل، كيروج هذا الشيء. تقريبا شحال كيعطيو الفلوس؟ كل واحد شنو كيقول؟ شي كيقول 6000 درهم، شي 7000 درهم، شي مليون فرنك، كل واحد شنو كيقول. وبالنسبه لك التقسيم اللي داروا في هذه يقال، واش المعطى ماشي معطيات هذه تزيد تاكد بان فعلا كاينه تمايا هذه الرشوه وهذا؟ فعلا معطيات الطريقه ديال المعطيات اللي كتبان لي انا كحاضر دابا في هذه البلاصه هذه، ومن نعم. خلال الكلام ديالك نعم. بان راه فعلا كاينه هنايا فيها رشوه وفيها محسوبيه نعم. وفيها زبونيه نعم. نعم. وخا ما كاينش اثبات، لان ما عندك ما غتجيب دير ما غتجيب الاثبات، ولكن نعم. المعطيات راه هي هذه. نعم نعم المعطيات هما هذو اللي سميت. انا دابا اللي كنطلب السلطات هي نبقى في المكان ديالي انا. نعم السميه الاخ الحسن ياك؟ اه السميه الحسن الشاوي. Sit sure.